خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، عليه برضو كثافات مرورية. لكن بالنسبة لشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية كمان عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية. الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة لكن بتكون متقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. هنستكمل معاكم جولتنا ونروح شوارع الجيزة. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق ده في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما هنوصل لمناطق بولاق ومبابة. لكن بالنسبة كمان لمحور الصفط في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح محافظة الأسكندرية وفي كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما بقى الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. بالنسبة لشارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان. هنروح هناك ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما هنوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصنا معاكم جولتنا عن أحوال المرور، خلونا بقى نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شرقية، في نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية وبيكون مثير رمال والأتربة على المناطق المكشوفة. كمان في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.